لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف عمر عمار الكحلاني، رئيس لجنة اعتصام الطلاب المبتعثين في السودان. مرحبا بك عمار، ما الذي تعنون منه اليوم وكيف هي أوضاعكم في بلد الابتعاث؟ عمار، يعني قرأنا البيان الذي وصل إلى قناة المهرية، يتضح أن هناك معاناة كبيرة تلحق الطلاب في السودان. صف لنا يعني ما الذي يعانيه الطلاب؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة المهرية على إتاحة لنا هذه المساحة الإعلامية. يا عزيزي، نحن الطلاب المبتعثين في السودان نعاني معاناة شديدة بسبب هذه جائحة كورونا، أيضا نعاني بسبب انقطاع مستحقاتنا المالية منذ 10 أشهر. ما يهمنا في الأمر أن نحن لم نتساوى كبقية الدول الابتعاث في صرف المستحقات المالية، حيث أنه استلموا المستحقات المالية في بقية الدول منذ شهر 5، والآن نحن 3 أشهر من شهر 5 إلى شهر 8 لم نستلم أي ربع، ونعاني منذ 9 أشهر استلام الربع الرابع من 2019. يعني السفارة وكذلك وزارة التعليم العالي ألا يعلمون بأوضاعكم؟ كيف يعيش الطلاب مع انعدام وصول الأموال من قبل وزارة التعليم العالي والسفارات؟ نحن يا عزيزي منذ حوالي 3 أشهر منذ استلام الدول الأخرى للربع الرابع من سنة 2019 أقمنا وقفات احتجاجية، أيضا أقمنا اعتصامات ملحقية ثقافية، ناشدنا رئيسة الجمهورية، ناشدنا رئاسة الوزراء، ناشدنا نائب الرئيس، ناشدنا وزير التعليم العالي الدكتور حسن باسلمة، ولكن لم نتلقى أي جانب اهتمام لهذه المناشدات. حاولنا بجميع الطرق، استنفذنا جميع الحلول إلى أن وصلنا إلى طريق مسدود، حيث أن في قبل 3 أيام بدأنا اعتصاما مفتوحا في سفارة بلادنا. اعتصام وأيضا تحذير من أنكم سوف تغلقون هذه السفارة طالما لم تحقق لكم أي خدمة. يعني ضعنا في صورة كيف يعيش الطلاب مع انقطاع المخصصات المفترض تصلهم، يعني كيف يقتاتون، كيف يعيشون؟ يا عزيزي والله نحن عانينا معاناة، عانينا 3 أشهر أو 9 أشهر من انقطاع المستحقات، حيث نحن أخرجنا من سكناتنا أيضا بسبب جائحة كورونا. كانت المعاناة أشد من في قبل، أخرجنا من سكناتنا بسبب عدم دفع الرسوم. أيضا في طلاب يدفعون من مستحقاتهم المالية رسوم للجامعات، ولكن في ظل انقطاع المستمر هذه الاستحقاقات المالية تم إشعارهم أو إنذارهم بفصلهم من الجامعات. أيضا جائحة كورونا كانت يعني عائقا كبيرا بالنسبة للمواد الغذائية وللأدوية، يعني العالم كله عانى من كورونا، فكيف بطلاب لا يستلمون مستحقاتهم؟ يعني المفترض أن السفارة تقدم لكم خدمات، أنتم الآن تقولون سوف نغلق هذه السفارة، هل فعلا السفارة لم تقدم لكم أي شيء؟ يا عزيزي نحن احتجرنا في السودان لمدة حوالي 4 أو 5 أشهر في داخل السكنات وأيضا داخل الشقق. صحيح أن السفارة قامت ببعض الإجراءات أو الاحترازات الصحية، قامت بزيارات يعني قليلة، ولكن لم نتلقى الاهتمام الكامل كوننا طلاب مهمة هذه السفارة، أو كوننا طلاب يمنيين. يعني السفارة معنية لنا بالنسبة للجانب الصحي، أيضا بالنسبة للجانب الأكاديمي.
واضح جدا سيد عمار الكحلاني رئيس لجنة اعتصام الطلاب في السودان، والذين يقولون أنهم سوف يصعدون بإغلاق السفارة طالما لم تقدم لهم الدولة أي خدمات.